جاتني تشكيله زوينه بزاف والحمد لله فريمون كان خصو يجي وكان خصو يجي من شحال هذه. هو احسن انا ما صراحه شخصيا انا ما كنتسوقش الحمد لله كيفاش هو البيرسوناليتي واش كيدير المشاكل واش ما كيديرش مشاكل. هو كيماركي البيوتا وهذاك هو اللي خاصنا وهذاك هو النقص ديال المغرب خصو هداف والحمد لله كيمثل هذاك الهداف اللي كان المغرب خاصو من شحال هذه. التشكيله جاتني زوينه بزاف. انا اصلا كنتبع الركراكي من شحال هذه فاش كان مع الوداد والوداد دار معاهم نتيجه خياليه واللعب خيالي احسن فتره داز فيها الوداد في الحياه ديال الوداد. وكنتمنى بيان سور غنتفرج لكل شيء لكاع المباريات كنتمنى بيان سور يمشيو بعيد وفريمون بغيتهم يفوتوا لدور المجموعات. شنا اليوم اللائحه النهائيه ديال وليد الركراكي وعجبتنا كانت اضافه ديال حمد الله وبلال الخنوس وكنفضلوا حمد الله يكون يجي على وديت كانوا كيطالبوا به بزاف المغاربه حيت حنا كيخاصنا هداف لي ماركي حيت حنا ما عندناش في المنتخب لي ماركي وعندنا لعابه مزيانين وان شاء الله نديروا شي حاجه في كاس العالم في قطر ان شاء الله. حمد الله هو لاعب زوين ولكن ما لاقاش لي جوار اللي غيلعبوا معاه فهمتيني. انايا تنقول الفريق الوطني غيحيدوا غير زياش. زياش هو اللي مخارج على المغاربه الصراحه لا حيت هذاك ملاعب ما تلعبها فهمتي. خصهم يجيبوا لنا اللعابه يكونوا قاصحين ولعابه في المستوى ورا اللعابه كاينين راه دابا كاينه باك صاحبي هما اللي مدخلين حتى لعابه في المستوى. باش نقول الوالد الركراكي هبش راه غتلقى دراري زوين ان شاء الله. تشكيله مزيانه ونطلبوا من الله تعالى هو يوقف معهم ويعاونهم. وعبد الرزاق بالنسبه لعبد الرزاق يعني يقدر يفرح المغرب يقدر حقاش هو عنده موهبه ديالو. ونطلبوا ليه من الله تعالى التوفيق ان شاء الله الرحمن الرحيم. التشكيله كانت في المتناول الحمد لله كان الرجوع ديالو ان شاء الله يكون الخير. كان الرجوع ديالو يقدر يكون زوان بالنسبه للتشكيله ويعطي ان شاء الله شي مجهود زوان. مكرهناش كون جاب عاوتاني تراحيمي حيت كيلعب مزيان يقدر يكون واحد يقدر يدير شي حاجه يزيد شي حاجه معنا في المنتخب ان شاء الله. مكرهناش ان شاء الله المنتخب يوصل لشي حاجه زوانه في التشكيله. اولا كنوجه جزيل الشكر للسي وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب الوطني وكذلك كنوجه الشكر ديالي للسي فوجي القجع رئيس الجامعه على لانهم استجبوا للنداء ديال الشعب والطلب ديال الشعب. لان احنا شخصيا كنا كناديو باللاعب حمد الله والحمد لله اليوم انا شخصيا انا سعيد جدا لانني سمعت اللاعب حمد الله ضمن التشكيله اللي التشكيله اللي رائعه ان شاء الله وهذه التشكيله ان شاء الله اللي نحقوا بها ان شاء الله نحقوا بها ان شاء الله نفرحوا بها الشعب المغربي ان شاء الله في كاس العالم ديال قطر ان شاء الله اللي ما بقالوش بزاف.